اهلا بيكم معانا في برنامج حريف محاسبه في ثالث حلقات الموسم الثاني من حريف محاسبه، واللي بنكمل فيها الكلام عن قائمه الدخل في شكل الحسابات وبالتحديد حساب الارباح والخسائر. النهارده يا صديقي هنتكلم عن القيم اللي هتخرج لنا او الاقفالات اللي احنا عملناها في حساب المتاجره، ونكمل مع حساب الأرباح والخسائر وقيم الأرباح والخسائر دي بتتقفل فين وبتروح لإيه بالظبط أو بتتقفل في أي حسابات. أول خطوة هنعملها بعد ما الحلقة اللي فاتت تقدر تراجعها على قناتنا على اليوتيوب Ultimate Academy في برنامج حريف محاسبة، اتكلمنا عن إقفال الأرصدة المدينة والأرصدة الدائنة في حساب الحسابات ذات الأرصدة المدينة والحسابات ذات الأرصدة الدائنة في حساب المتاجرة. النهاردة هناخد كمان الجزء الأخير خالص اللي كنا بنتكلم عنه في الحلقة الأولى من الموسم ده في قائمة الدخل، لما قلنا مجمل الربح بيساوي صافي الربح زائد الإيرادات الأخرى ناقص المصروفات الأخرى. هنا هناخد إجمالي الإيرادات الأخرى وإجمالي المصروفات الأخرى مع مجمل الربح والخسارة إلى حساب المتاجرة، وبكده أنا قفلت كل ما له علاقة بالبيع والشراء في حساب المتاجر. طيب القيمة اللي هتطلع لنا هنا هناخدها نقفلها في حقوق المساهمين أو حقوق الملاك أو في حساب حملة الأسهم زي ما طبيعة الشركة بتسير. دلوقتي أنا خلصت الشغل بتاعي في حساب المتاجر ومحتاج أتكلم عن شكل قائمة الدخل في حساب او في الحساب الختامي رقم 2 حساب الارباح والخسائر. طيب حساب الارباح والخسائر هعمل فيه ايه اللي هيحصل فيه؟ هقفل برضو حسابات ذات ارصده مدينه وحسابات ذات ارصده دائنه. مش احنا قلنا دلوقتي حالا هناخد الايرادات الاخرى والمصروفات الاخرى؟ ايه بقى الايرادات الاخرى وايه المصروفات الاخرى؟ تعال نقولهم بالتفصيل. المصروفات الاخرى زي مثلا مصروف الميه، الكهرباء، الإيجار، الرواتب والأجور، يعني ببساطة شديدة كده مكونات أو تقريبا يعني مكونات حساب المصروفات الإدارية والعمومية. أي مصروفات أخرى غير داخلة في عمليات الإنتاج أو ملهاش علاقة بعمليات المتاجرة مباشرة. عظيم كده. نيجي بقى للإيرادات. إيه الإيرادات الأخرى اللي ممكن نحصل عليها في النشاط بتاعنا بخلاف إيرادات البيع اللي هي إيرادات النشاط أصلاً؟ في عندنا إيرادات أخرى زي مثلاً إيرادات الأوراق المالية، إيرادات العقارات، يعني لو الشركة مثلاً عندها مجموعة مخازن في مخزن منهم فاضي غير مستخدم فأجرته، هنا ده إيراد عقار مش من النشاط، ده إيراد خارجي، فعشان كده اعتبرناه من الإيرادات الأخرى. عظيم، حلو خالص. يبقى احنا خدنا كده الحسابات ذات الأرصدة المدينة وقفلناها، وقفلنا الحسابات ذات الأرصدة الدائنة. القيد بقى شكله ايه؟ من حساب الأرباح والخسائر إلى حساب المصروف الإيجار، حساب مصروف الكهرباء، حساب مصروف الأجور، حساب مصروف وهكذا. حلو؟ ده القيد اللي بقفل بيه الحسابات ذات الأرصدة المدينة. الحسابات ذات الأرصدة الدائنة بقول من دي الإيرادات، الفلوس اللي دخلت لي يعني، من إيرادات أخرى زي ما قلنا غير إيرادات النشاط نفسها، يبقى من حساب إيراد عقار، إيراد أوراق مالية، إيراد كذا، الإيرادات المختلفة اللي هي ملهاش علاقة بإيراد النشاط إلى حساب الأرباح والخسائر. القيم اللي طلعت لي بقى من إقفال الحسابات ذات الأرصدة المدينة وإقفال الحسابات ذات الأرصدة الدائنة في حساب الأرباح والخسائر هناخدها نوديها فين؟ هناخدها نقفلها في حساب رأس المال. أوكي؟ هيطلع عندي حاجة من اتنين مالهمش تالت، إما حصل ربح أو خسارة. طب لو حصل ربح هيتقفل في رأس المال، ولو حصل خسارة هيتقفل برضه في رأس المال. طب هنسجل الأرباح إزاي أو إقفال عملية الأرباح إزاي في رأس المال؟ من حساب الأرباح والخسائر إلى حساب رأس المال. طب لو خسارة من حساب رأس المال الأول إلى حساب الأرباح والخسائر. تمام كده؟ بص يا صديقي عشان تسهل الموضوع على نفسك خالص بكل بساطة، ترتيب تعامل قائمة رأس المال هو منوط بالبيع والشراء أو مربوط بالبيع والشراء. أنا اشتريت خامات أو بضايع أو أيًا كان علشان أبيعه للناس أو أصنعه وأبيعه للناس، صح كده؟ القيم اللي أنا اشتريت بيها والقيم اللي أنا بعت بيها، هقول المبيعات القيم اللي أنا بعت بيها ناقص المشتريات اللي أنا اشتريتها
ده هيديني مجمل الربح بتاعي. خليني اقولك بمثال بسيط فكرة التاجر. التاجر العادي مش البيزنس مان، حتى البيزنس مان بيفكر بنفس الطريقة وبنفس الكونسبت. كونسبت التاجر، انا اشتريت بكام، بعت بكام، شيل ده من ده، الباقي ده الربح بتاعي بكل بساطة. احنا بس هنا بنضيف كمان حتة، عشان احنا محاسبين شاطرين، بنضيف حتة كمان ان احنا بنشوف الايرادات الاخرى والمصروفات الاخرى. وده كان حلقة النهاردة اللي قفلناهم في حساب الارباح والخسائر، وخدنا قيمة قفلناها في حساب رأس المال. في الحلقة الجاية هنستوضح وهنوضح كل الحلقات اللي فاتت في السيزون ده، من اول الحلقة رقم واحد الى الحلقة بتاعة النهاردة، بمثال عملي بالارقام علشان كل النقط دي توضح لنا اكتر. اتمنى حلقه النهارده من حريف محاسبه تكون عجبتكم والمعلومه تكون مفيده. تابعونا في الحلقه الجايه عشان المثال العملي، وكمان تابعونا على قناتنا على اليوتيوب Ultimate Academy وبنفس العنوان على منصات التواصل الاجتماعي. شكرا.